عيد بيعمل حركات محدش يعرف يعملها غير عيد بس. انت يطلع منك كل ده يا ابن العفريتة يا عيد؟ شايف يا عنتر عيد بيعمل ايه؟ شايف يا ايمن، شايف يا اخويا. معلم يا دي عيد، يلا معلم. تعرفي تعملي كده يا مواردة؟ تعرفي تعملي اللي عيد بيعمله دي؟ اعمل كده ايه يا ابني؟ ده انا عندي تسلخات وما بعرفش اتحرك من مكاني. فتكميلة يا مواردة فيكي وفي التسلخات بتاعتك، ده عيد بيتنطط ازاي؟ ما يتنطط يا اخويا، وانت يعني تعرف تعمل زيه كده؟ ده انت كمان عندك تسلخات. لا يا اختي انا ما عنديش تسلخات ولا حاجة، زنا زي الفل. انا مش مصدقة وداني، بقى عيد يعمل كل ده ليه؟ احنا ما كناش حمير ولا ايه؟